هلا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم موضوعنا الاسماء الموصولة. الاسماء الموصولة هي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي او اللاتي. الاسماء الموصولة تستخدم لربط الاسماء بالافعال او تستخدم لربط الجمل. عندنا جملتين نربطها نضع اسم موصول. أولا الذي، الذي يستخدم للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر. مثال: نجح الطالب الذي اجتهد. الطالب مفرد مذكر فنضع الذي. نجح الطالب الذي اجتهد. ثانيا التي، التي للمفرد المؤنث. مثال: نجحت الطالبة التي اجتهدت. الطالبة مفرد مؤنث فنضع التي. ثالثا اللذان للمثنى المذكر. اللذان تستخدم للمثنى المذكر. مثال: نجح الطالبان اللذان اجتهدا. الطالبان مثنى مذكر فنضع اللذان. نجح الطالبان اللذان اجتهدا. أربعة اللتان. اللتان تستخدم للمثنى المؤنث. نجحت الطالبتان اللتان اجتهدتا. الطالبتان مثنى، الطالبتان مثنى مؤنث فنضع اللتان اجتهدتا. خامسا الذين. الذين تستخدم للجمع المذكر. للجمع المذكر نجح الطلاب، طلاب جمع مذكر. نجح الطلاب الذين اجتهدوا. اللواتي أو اللاتي تستخدم للجمع المؤنث. نجحت الطالبات اللاتي اجتهدن. الطالبات جمع مؤنث مثل ما تلاحظ فنستخدم اللاتي. التدريب الثالث من موضوع الأرنب المغرور والسلحفات يتكلم عن الأسماء الموصولة. ضع الكلمات التالية في أماكنها من الجمل المستعين بالمثال: التي، الذين، اللذان، الذي، اللتان. نطلب من عندنا نضعها في الفراغ المناسب لها. الأرنب هو، الأرنب مفرد مذكر، إذن ماذا نضع؟ الأرنب هو الذي تأخر، نضع الذي، لأن مثل ما قلنا الذي تستخدم للمفرد المذكر. ثانيا السلحفاة هي، فراغ سبقت، سلحفاة مفرد مؤنث فنضع التي، لأن التي تستخدم للمفرد المؤنث. السلحفاة هي التي سبقت. الأرنب والسلحفاة هما تسابقا. الأرنب والسلحفاة مثنى، الأرنب والسلحفاة اثنان، إذن مثنى. مثنى مذكر فنضع اللذان. اللذان تستخدم للمثنى المذكر. الأرنب والسلحفاة هما اللذان تسابقا. التلاميذ هم كتبوا الدرس. التلاميذ جمع مذكر، تلاميذ جمع مذكر، لأن تلاميذ جمع تلميذ، إذن التلاميذ جمع مذكر. ماذا نستخدم للجمع المذكر؟ نستخدم الذين. التلاميذ هم الذين كتبوا الدرس. التلميذتان مثنى مؤنث، تلميذتان مثنى مؤنث فنقول التلميذتان هما اللتان، اللتان، لأن اللتان تستخدم للمثنى المؤنث. التلميذتان هما اللتان كتبتا الدرس.
أطلب من عندكم تلاميذ الحلوين إنه تحفظون الأسماء الموصولة حتى نقدر نحل التدريب الثالث. تحفظون الأسماء الموصولة هي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي أو اللاتي. فالأسماء الموصولة الخاصة هي الأسماء التي تكون خاصة لنوع محدد، والأمثلة على ذلك كثيرة. أعطني أمثلة لو سمحت. استمع لأروع الكلام وأبلغه. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي اسم موصول للمفرد المذكر. قال تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي اسم موصول للمفرد المؤنث. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين اسم موصول للجمع المذكر. وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. اللاتي اسم موصول للجمع المؤنث. أحسنت وبارك الله فيك. وهل تعرف المثنى من الأسماء الموصولة؟ نجح اللذان ثابرا في العلم. اللذان اسم موصول للمثنى المذكر. جاءت اللتان تفوقتا. اللتان اسم موصول للمثنى المؤنث. وما